السلام علیکم، یہ ایک وظیفہ ہے ہر حادثات سے بچنے کا۔ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وظیفہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الكریم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.